واحد بيقول انا طالب في كلية هندسة وجاءت لي فرصة للسفر واستكمال الدراسة في كندا، فانا خايف من اتخاذ قرار السفر حتى لا اندع في المستقبل، فما رأي قداستكم؟ لابد في الاول تبعت لكندا وتشوفهم يقبلوا الشهادة بتاعتك ولا ما يقبلوهاش، وتقدر تكمل هناك من الناحية العلمية ولا لا. يعني مش تسافر كده وانت مش عارف هيكون مصيرك ايه في السفر، لازم تتأكد في الاول هيكون الوضع ايه قبل ما تسافر.